الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مستشفى دار الطب. اهلا بكم. من ضمن اهم اهدافنا في برامجنا ان احنا نطلع من دماغ الناس الفكر الغلط او المعتقد الغلط ونحط مكانه المعتقد الصح. بس مثلا في الاخصاب المساعد او في تاخر الانجاب، في بعض المعتقدات تحس كده انها واقفه في النص. لما بتناقش مع ضيوفي بلاقي انه في بعض المعتقدات مش لازم تكون 100% غلط، وبرضه في جانب منها يعني أكيد لازم نعدله. يعني مثلا لما يجي حد يفكر أنه تأخر الإنجاب لما نيجي نعمل حقن مجهري له أول مرة نسب نجاحه بتبقى ضعيف، هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي قوي؟ طب هو لما بيتكرر حقن المجهري مرة تانية أو تالتة وينجح، إيه اللي حصل ما بين المرة الأولى والتانية أو من الأولى للتالتة؟ برضه فكر الناس عن انه الحقن المجهري بيأثر، بعض الستات بتفكر في كده انه اللي هتعمل حقن مجهري مخزون المبيض عندها سوف يتأثر في المستقبل نتيجة التنشيط وإرهاق المبيض. كلام يبدو منطقي لكن هنفهم حقيقته. البروتوكولات، مين أفضل؟ نقل الأجنة في اليوم الثالث ولا الخامس؟ ما هو برضه بنسمع انه الخامس افضل عشان جودة الجنين، اكيد اللي وصل للخامس هتبقى اعلى، بس ساعات بننقل في الثالث لما نكون مضطرين والا الجنين مش هيكمل والرحم هيبقى افضل له في البيئة. كلام مهم قوي حول المعتقدات النهاردة هنفكر فيه مع بعض. وزي ما قلت لكم في لون ابيض في لون اسود، لكن اللون الرمادي لون مثير للاعجاب احيانا ولازم نفسره. النهاردة ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع اللي نسعد بوجوده معنا ودائما بيبهرنا بحواره العلمي الراقي جدا، الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمستشفى دار الطب لتأخر الإنجاب والحقن المجهري. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا. منورني. شكرا. عندنا الكثير من المعتقدات، أنا قلت بعضها، عايزين نجاوب على هذه المعتقدات. أولهم أنا أقول لحضرك المعتقد وحضرتك تترجمه لي، نسبة نجاح الحقن المجهري في المرة الأولى تكون ضعيفة، ده معتقد مشهور. ما هو الثابت الوحيد في الحياة؟ ربنا سبحانه وتعالى. البعض يؤمن بيه والبعض لا يؤمن بيه. الموت. بالضبط، الموت والحياة. يعني أنت بتتكلم على الحاجة اللي متشافة. دي مفيش خلاف عليها. احنا عارفين انه انت ممكن تكون وانت بتنام بالليل بتقول يا رب اصحى الصبح، وفي واحد في مكان اخر ممكن يبقى نايم في الشقه اللي جنبك ويقول لك انا هموت ليه، بس هو في الاخر هو ثابت ان انا ممكن اموت وانت ممكن. الحقيقه بالظبط، دي الحقيقه بيسموها الحقيقه المؤكده. اوكي نشوف. اي حاجه تانية متغيره، خلينا ناخد ده بقى انه كل واحد له رايه، ولكن هو ما يحكم الطب أصلا مش غابة، ما يحكم الطب هي الأبحاث اللي هي بنيت على واقع اتنفذ في ملفات طبية. بس الملفات الطبية مشكلتها في إنه مثلا أنا شركة أدوية، بلاش أنت شركة أدوية وأنا دكتور، وأنا عايز الدواء ده يطلع في البحث العلمي أحسن من المنافس بتاعه، أعرف أنا أعمل شغل يخلي الدواء دوان يطلع نسبة حملة أعلى، ممكن أستخدم أسطرة معينة، بس الأسطرة دي أنا استعملتها مع مين اللي استعملها؟ في
20,000 دكتور بيزرعوا أجيالنا في العالم مثلا يعني، بس في ال 20,000 دول في 500 شديد التميز. لو خليته يستعمل قسطرة معمولة من السبعينات وما فيش فيها أي نوع من أنواع التكنولوجي، هيطلع نفس نسبة الحمل بتاع القسطرة اللي معمولة بتيتانيوم على الطرف بتاعها، والسونار بيشوفها وهي داخلة وكلام من ده. نعم قد تعطي نسب حمل أعلى في الدكتور، مش هنقول الجاهل، ولكن الدكتور متوسط الكفاءة. فاللي هنجاوب عليه هو ده رؤيتنا إحنا في القعدة اللي إحنا قاعدين فيها، وهنحاول نجتهد وإحنا بنجاوب إن إحنا لا نحيد عن اللي هو الأفيدنس أو الطب القائم على الدليل، اللي هو بيقول ممكن دي تبقى أحسن من دي، ممكن ده يبقى معنا معتقد خاطئ، لا دي حقيقة علمية وهكذا. اتفضل. ده يبقى إحنا أول معتقد الحقن المجهري أول مرة نثبته بتكون ضعيفة، ده معتقد صح ولا ده دي حقيقة أو يعني دي معلومة خاطئة. يجوز إن هي تبقى حقيقية أو صح لو أنا لم أجتهد في إن أنا أحط كل ما هو موجود من أفكار ومن إجراءات تخدم مصلحة الملف. بمعنى رجل عنده مشكلة في الحيوانات المنوية وخد علاج سنين طويلة، وهو الحيوانات المنوية قد تكون سبب في تأخر الإنجاب مثلا، وهو جاي مع مراته عشان يعملوا حقن مجهري، وأنا عملت سونار، أنا بديك مثلا صغير قديم، وأنا عملت سونار للعيانة ولقيت إن في مشكلة في حاجة معينة في طبيعة المبيض، حجم المبيض بري انتر فوليكلز مثلا يعني، بس أنا مقتنع إنه المشكلة فين؟ في الحيوانات المنوية، وأنا لم أجتهد إن أنا أحسن وضع المبيض، مش هتاخد نسبة الحمل اللي مفروض إنها تاخدها. هصطدم إمتى بالملف؟ لما أطلع بيض ولاقي عدد البيض قليل، طبيعة البيضات وحشة، نسبة التخصيب قليلة، هقعد معاها قاعدة ولاقي والله حضرتك المرة الجاية إن شاء الله إحنا هنبقى نديكي شوية فيتامينات وحننظم لك الدورة ومش عارف هنعمل إيه ونعمل إيه عشان نحسن من جودة البيضات أو نغير من استجابة المبيض للتنشيط. لو اللي قدامك بصحصح هقول لك طب هو ما عملش ليه كده من الأول؟ خلاص؟ وسياسة بتاعت مصر زمان أو الدول العربية بصفة عامة زمان اللي هو قدر الله ما شاء فعل ودي اسمه ونصيب واحنا مش هندخل في الضرر وربنا، ما بقتش بتنفع مع المرضى في هذا أو السيدات والرجال في هذا الزمن. يبقى هذا معتقد خاطئ، لأنها جمل حلوة وجميلة وعظيمة بس ما بتتقالش بناء على عمل جيد. يبقى احنا النهاردة بنقول أنه هذا معتقد خاطئ. أن تكون نسبة الحمل من المرة الثانية أعلى من نسبة الحمل في المرة الأولى شرط أن يكون الملف قد قرئ. أيوة. بأعين ترى الملف بصورة علمية دقيقة وحطت كل ما هو موجود من أفكار تتناسب مع هذا الملف لإعطاء نسبة الحمل المعتدلة أو الجيدة لهذا الملف في زوج وزوجة. نورت وشرفت ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم الكبير في عالم تأخر الإنجاب الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمستشفيات دار الطب لتأخر الإنجاب والحقن المجهري، كان ضيفا فوق العادة في أهم وأكثر النقاط إثارة للجدل، المعتقدات الخاطئة في الحقن المجهري ما بين الحقيقة وما بين الخيال. خليكم دايما مع الناس الحلوة.